حنا السكينه ديال دوار جديد. كان خرج جلاله الملك بواحد المشروع ديال ايواء قاطيني دوار جديد. بداو الشطر الاول اللي هو هذاك راه هو مبني، بقى لهم الشطر الثاني. الشطر الثاني كاينه الميزانيه ديالو باقي لحد الان باقى مرصوده. جاونا اجوبه من عند وزاره الاسكان والعمران كتقول باللي نتوما عندكم حق في البقاعي والميزانيه ديالكم هي باقه. هاد الناس حنا عندنا اتفاقيه ساينين فيها خمسه الاطراف. حنا هاد الشطر هذا دابا جاو هاد الشطر هذا الثاني جاو يقولوا لنا باللي نتوما عندكم غير نتوما داخلين في المشروع ديال 2023، ولكن لا، حنا راه خاصنا التتمه ديال المشروع، راه عندنا اجوبه، حنا راسلنا العماله، راسلنا الوالي، هاد الناس ما بغاوش يستجوبوا، حتى الحوار ما بغاوش. المطالب ديالنا هما البقاعي، الهبه الملكيه اللي عطانا جلاله الملك خاصنا ناخذوها، راه لا يمكن هبه ملكيه عطيها لنا جلاله الملك وهاد الناس ياخذوها وحنا ما ناخذوهاش، وغيدخلونا في واحد المشروع ديال 2023. حنا راه باقي عندنا بلان، حنا ساكنين دابا هذوك البراك اللي كتشوف فيهم عندنا بلان، هذوك راه بقاعي ديالنا. وزاره الاسكان كتقول لك حنا هذوك راه بقاعيكم، بقى خاصكم واحد الوعاء عقاري اللي كيشمل واحد 200 بقعه اللي غتبقى. حنا هبطنا درنا واحد المظاهره سلميه، راه كاينين فيديوهات موثقين داك الشيء، درنا ديك المظاهره السلميه، عطينا التحيه للسلطه المحليه، جمعنا الماتيريال ديالنا، جينا بحالاتنا. فاذا بينا كنشوفوا السيد الباشا عيط على اش نقول لك، بحال كيجيب لك بحال حنا محاربين معاهم، جاب كم هائل ديال الامن صاحبي وديال الدرك الملكي ورهبوا السكينه. اذا بينا والدينا السيد دفعوا عليه حيط رابح له باقي لحد الان، ما عرفناش شنو طاري ليه، والدينا ضربوا بالحجر. هاد الناس هادو شارين دراري من هنا، من هادو السلطه اللي دايرين الخشونه هنا في هاد المقدميه ودايرين الخشونه في هاد البرارك. هادو صيفطوا دراري صغار باش يبداو بالحجر باش يستفزونا حنا باش نبداو حتى حنايا. هذه خطه مدروسه باش يطيحونا حنا في الفخ. الناس مسكره مكرفصين ويديروا ماشي حل زويون، وهاد الناس هما راه مواطنين ولاد الشعب، حنا ماشي برانيين اخويا، الدوله محسوبه علينا، حتى هما يديروا معنا شي حل. بحال اش هاد الحل؟ ميريبوش لنا ويقولنا سيروا كريو. انا ما شوف، انا كنهضر على العموم، سير تشكري لا ريبك الساروش تبارك الله. ولكن صديقي باش راه الله يحسن العون اصاحبي، راه كاين اللي ما عندوش اخويا، وقسما بالله كاين اللي ما عندوش فلوس الكرا عادي يمشي يكري اخويا. سيدي انا ساكن هنا في 85، تحولت في 85، جيت هنا في 85، انا جيت في 85، ها حنا باقين من 85 حتى لدابا البقاعي ديالنا ما لقيناهمش، مشاو البقاعي ما كاينينش. احنا دابا قال لك خرجوا للبرطمات، البرطمات هما ما جاوش عندك، السلام عليكم حيدوا هدموا، ما علموكم ما قالوا لي حتى حاجه، ما قالوها السلام عليكم، جاوا البارح وجاوا اليوم قال لك حتى واحد ما يبقى. انا في 85 وانا ساكن، من واحد التاريخ من تقريبا من 75 هو التفاد المهنه، ولكن تحولنا هنا في 85، هنا تحولنا هنا في 85. عطاو لذاك الدوار هذاك الجزء الاول، عطاو الجزء الثاني، هذا الجزء الثالث هو عاد جاو قالوا لي سير للبقع سير للشقق. احنا كاملين محسوبين على دوار الصافي، كانوا ثلاثه ديال الشطور اخ ديالي، كانوا وحدين نحاولوا من الحياه، الشطر الاول والشطر الثاني هو اللي استفدنا فيه حنايا، والشطر الثالث هما خوتنا هنا اللي كابرين معنا. بغيت نقول كلمه ديال الحق، ضرتني في الخاطر ديالي وساكت الحق شيطان. هاد الناس اخويا خاصهم يستافدوا، ديروا مع الناس الحل، راه ما يمكنش بنادم اخويا راه محسن من 2004 و2005 هو هنايا. هذا الاحسان اللي داز من الله، بلا ما شحال ساكن من سنه 45 سنه عباد الله وهي ساكنه هنا، ديروا مع عباد الله شي حله تشركوا في الخاطر، واش انتقام الشعب ما فهمتش انا. تنطالبوا بهاد الناس غنقولوا لهم عطونا البقاعي ديالنا، تنتفاجئوا بالله جاوبوا لنا الامن وقال لنا غتهدموا، علاش غنهدموا حنا هاد الساعه وحنايا ما عندنا لا ورقه لا والو؟ تنتفاجئوا بين هاد الناس، فين هما البقاعي ديالنا؟ فين هما هاد السكن ديالنا اللي قالوا لنا غنعطوكم؟ وعدونا قالنا غنعطوكم البقاعي، دابا ما بقى لا بقاعي لا والو، جيتي هدموا لينا ما فهمنا والو، ما عندنا حتى شي ورقه لا شي دليل لا والو، ما فهمنا والو من هاد الناس. احنا دابا مشردين، ما عندنا لا فين نمشيو ولا فين نكري ولا والو، ما عرفناش هاد الناس فين غيديونا دابا، ما عرفناش فين غنمشيو. كلشي مسؤولين، ما كاينش لي شي واحد اللي ما تحطيش تلقاه مسؤول، اي واحد
العامل الباشا القايد المقدميه كلهم مسؤولين على هذا الشيء كاملين. هذا الشيء كله شيء ظلم، هذا الشيء حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل. هذا الشيء اللي تنوجهوا ليه النداء بزاف هو هذا الوالي، هذا الوالي هو اللي دار هذه المشاكل كامله. ما باغيش الناس تعيش في الحياه ديالها مستقره، باغي الناس يديروا الجرائم، باغي الناس يوليوا مجرمين في حياتهم. حنا كنتسناو غنزهزوا لكم وما تنتسناو، اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا تنتفاجئوا بالله راه جايين تيريبوا لينا، علاش غيريبوا لينا؟ علاش؟ احنا يا غار عيالات ما عندنا جد الرجال ما عندناش وضيعونا في هذه البلاد، ما عندنا لا باش نكري ولا والو. تنطلبوا من جلالة الملك يشوف فينا، كيقول لنا شعبي العزيز شعبك العزيز راه كيتكرفس، شعبك العزيز راه ضاع، شعبك العزيز راه كيموت. هادشي راه ظلم، واش حنا في بلادنا ولا لاجئين في شي بلاد اخرى؟ شحال من واحد ما عندوش باش يكري غيمشينا زاف الزنقة. الناس راه ما عندهمش فين ينعسو. انا عندي خالي مسكين وعندو اليتامى، وفين يمشيو هاد الدراري؟ راه ما عندهمش فين يمشيو.